الاخ الكريم مشي اليوم سريب ديال الغاز سنين وحنا كنشموا الغاز، قنابل نوويه تحت الارض مشكله على المواطن المغربي في عمليه عين السبع الحي محمد. فلهذا بغينا التدخل ديال سيدنا الله ينصرو في هذا النهار، الله يشافيه والله يخلي لنا البلاد السعيده، ويتدخل هاد المفاسدين يحيدوا لنا هاد الشركات من هنا. راه غنبقاو حتى غنموتوا، والدراري الصغار هادو في المدرسه، الناس راه تخنقوا في ديورهم ماشي في المدرسه، والمدرسه ما كتعليش الدراري الصغار بانهم يخرجوا، باغي شادين الدراري الصغار حتى كيتخنق الدري عاد كيصيفطوا المستشفى محمد الخامس السبيطار اللي كتشوفوا حاليا. واليوم بزاف ديال الحالات، البارح ب 61 انا بنتي البارح صبحت اليوم مغيبه، قالوا لي غنديو المستعجلات بحاله خطيره وهادشي اللي كاين. انا بغيت ما يوقفوا تاني مع الوليدات بزاف، ما كيحسيش العداد راكم كلكم تشوفوا، انا بزاف ما سدوهاش.